والله احنا لا والله الله يفكنا من الوافدين اللي يجي في الخارج، يعني يعذروني اخواننا الوافدين يعني بشكل عام في الوقت الحالي. في الوقت الحالي احنا لا زالت مطار ابوابنا مفتوحه، لذلك تجينا وافدين، وهذا سبب الكويتيين على فكره ما اقول لك الكل ملتزم، ولكن في التزام، في يتبعون ارشادات، لكن طال الطويل عليهم، المطارات مفتوحه، المجالات كل شيء مفتوح، لذلك وتجي اعداد وافده، وتجي في اعداد وافده من برا هذا البي سي ار، هذه كلها مزور يعني يعتبر، فانت لما الغالب منها ما اقول لك انا كلها، ولكن في الغالب منها اللي يقال قاعد يحصل، هذا ليس تاكيدا، هذه يعني خطوره يجب انها لازم تنظر فيها في الوقت الحالي، خصوصا الاعداد اللي حصلت بالايام السابقه على 800 و750 اصابه يوميا، ردينا المربع الاول الان.